السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم وتعينتم عبر قناة سلام الفضائية، ألتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ومازال فينا الخير. وخير ما نستفتح به دائما أبدا الحمد، ومن كانت فاتحته الحمد فإن خاتمته المزيد، إن الحمد لله وحده. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأتحف وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل وقت وحين. ثم أما بعد، مساكم الله بالخير ويومكم ازهر والصلاة على النبي الأغر، وإن شاء الله لا شر لا حر لا في بر لا جو لا بحر إن شاء الله. وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود وسائر أعمالنا الصالحة، وإن شاء الله ربي ينفعنا بصيامنا هدايا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويكفينا أن ربي سبحانه وتعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به. والحمد لله أن ربي تكفل بالجزاء لمن هو صائم، والجزاء لمن هو صائم لا يعلمه إلا الله. نسأل الله أن يجعل صيامنا كفارة لسوء أفعالنا وزلاتنا وهفواتنا وخطراتنا وعثراتنا وسيئاتنا، وما جال في النفس من خطايا، وما جال في البال من خطايا، وما تحركت به القلوب والجوارح من خطايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صيامنا كفارة لكل أعمال السوء ولكل خطايانا، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. والصيام من أعظم الحسنات التي يمحو بها الباغي عز وجل السيئات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين قاموا شهر رمضان إيمانا واحتسابا، ولا سيما أننا نحن في أواخر هذه الأيام، ها هو اليوم 29، يا عالم غدوة عيد ولا لا، ولكن شهر رمضان يأذن بالرحيل، وسرعان ما سوف يرحل من مضاربنا. ليت شعري السنة المقبلة هو سيعود، هل نحن نكون موجودين أم لا؟ الله أعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم حسن الختام، فالعبرة بطوية الصفحة الأخيرة من الكتاب، وليس العبرة بالبدايات. فحتى كان هناك نقص في البدايات تجبره حسن الختام في النهايات. منحني الله وإياكم حسن ختام في أعمالنا وفي صيامنا وفي قيامنا وفي تراويحنا. تمام، اليوم بنتكلم عن موضوع مهم، مهم جدا. وزي ما عودت لكم، المواضيع اللي نتناولوا فيها احنا راهي جايبينها من أرض الواقع. احنا عادة ما نجيبش من الكتابات، نجيبش من الكتابات ونبدأ نهدرس، لا، نجيب من أرض الواقع وبعدين نجيب الحديث والآية، باش حتى يكون المعنى يوصل ونقدر نوظف المعلومة، ما تصبحش المعلومة مخزنة بس. لا، المعلومة نقدر نوظفوها في حياتنا اليومية، لأن الدين نتاعنا جاي باش يعلمني كيف نعيش، كيف نمشي، كيف نتكلم، كيف ناكل، كيف نتعامل، كيف نكون زوج، كيف نكون مسؤول، كيف نكون ابن، كيف نكون أب، كيف نكون مدير دائرة، كيف نكون مسؤول منصب، كيف نكون رئيس، كيف نكون رئيس وزراء. الدين كله علمه لي، كل شيء علمه لنا الدين.
لو كان ما ناخذوش معلومة ونطبقوها في واقعنا اليومي معناتها مخزن بس خلاص يعني. مخزن زي الرفوف، زي الكتابات اللي في الرفوف، كذلك المعلومة عندك في الرفوف طالما أنت لا تعمل بمقتضاها. فاحنا نجيبه من أرض الواقع ونتكلمه. اليوم بنتكلم على موضوع جدا مهم يمس الواقع الليبي ويمس حياتنا الاجتماعية ويمسكم أنتوا ويمس كل من يسمع فيا، وحتى اللي ما يسمعش فيا كان مش مس الموضوع هذا، إن لم يكن وابل فطل. كان مش ماسك من قريب ماسك من بعيد. كان مش أنت عندك بي علاقة مباشرة، أختك عندها بي علاقة مباشرة، ولا أخوك عندها بي علاقة، ولا عمتك ولا خالتك ولا بنت عمك ولا بنت خالك ولا جيرانكم ولا قريباكم. المهم إن لم يكن وابل فطل، الموضوع هدايا عندنا بي علاقة سواء من بعيد ولا من قريب، ولازم نتكلم فيه لأن فيه ظلم كبير حقيقة. شنو هو الموضوع؟ الموضوع بصفة عامة بعتني يخصوا فيه، الموضوع العدل بين الزوجات. انت خشيت في المنطقة المحظورة. لا ما خشيتش في المنطقة المحظورة، بالعكس الدين ما فيش منطقة محظورة، الدين خلانا ندو في كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ندو بكل شيء. ما في بعض المواضيع اللي يقول لك لا ما تدويهاش بحجة الحياء، مواضيع ما ندوهاش بحجة الحياء، لان الى ان ذهب الحياء مرة واحدة، ذهب الحياء بالحياء تي. ما نقشوهاش الموضوع بحجة لا ما تنقشهاش الحياة. فيش الدين ولا أرد كل شيء على الطاولة، ما يفيد المؤمن في حياته اليومية حطه فوق الطاولة، ما تدخنسش وتدرج تبدأ تدرج فيه. من بيعلم صغارنا ومن بيعلم بنويتنا ومن بيعلمنا كانك أنت تبي تدرج هذا؟ هذه ما تدويش فيها، هذه ما تتكلمش فيها. لا ادوي، تكلم تكلم وحافظ على الأدبيات وحافظ على خط الذوق العام بتاعك وتكلم، وعلمنا فيه من اللغة العربية من المفردات ما تجعل أننا نحافظ على الذوق العام حتى في إلقاء الكلمات وحتى في اختيار الكلمات. المفردات في اللغة العربية غنية، تقدر تختار هذه الأدبيات، هذه فيها أدبيات، هذه فيها ذوقيات، وتطرح الموضوع بكل سلاسة وبكل احترام وبكل أدب بدون أن يكون هناك خدش للحياة العام، لأن ديننا كله أدب وقرآننا كل أدب والسنة النبوية مليئة بالأدب كلها. فاختر من الكلمات إذا أردت أن تطرح موضوع، اختر من الكلمات ما يتوج كل ذلك بالأدب. حلو، اليوم نتكلم على العدل بين الزوجات. طبعا العدل بين الزوجات هدايا كارثة، صايرت لنا كارثة في المجتمع الليبي. لما نتكلم نقول لك صايرة كارثة في المجتمع الليبي، يعني نجيب لك زي ما يقولوا شباب، نجيب لك في اللب، نجيب لك في الخلاصة، نجيب لك في الزبدة، نجيب لك في الزبدة زبادة، نجيبها لك من الأخير بكل. علاش؟ لأن بين أيدينا، لأن احنا المجتمع الليبي كتاب مفتوح قدامنا والأسرار قدامنا. لا نفشي أسرار المجتمع الليبي، ولكن نأخذ من هذه الأسرار قصصا في العموم ما يفيد الأخيار منكم. عاودها، المجتمع الليبي احنا كتاب مفتوح قدامنا بحكم المهمة اللي نمارسه فيها، فكل الأسرار قدامنا. نحن لا نفشي الأسرار، نحن نأخذ من الأسرار ما يستفيد به الأخيار، ولا نتحدث بخصوصية سبب في هذه الأسرار، بل نتكلم في عمومية لفظ في العرض على الأخيار. قال أحد العلماء سيد بن عطاء الله في حكمه، حكم العطائية، قال: من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية عاد اطلاعه عليهم وبالا عليه. من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية، اطلعت على أسرار العباد ولا اسكت، ما تفشيش أسرار العباد، يجب أن تتخلق بالرحمة الإلهية حتى لا يعود اطلاعك على أسرار الناس وبالا عليك. تبدأ بعتالي أنت تفشي في أسرار الناس، لكن نحن نجيب من الواقع اللي عايشينه الأسرار هذه، نجيب منها بعموم اللفظ ولا نتحدث بخصوص السبب لكي يستفيد الناس. وعندما سلطنا الضوء وجدنا أن هناك كارثة كبيرة في العدل بين الزوجات. يا سيدي أنت، ربي سبحانه وتعالى قال: وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، كويس،
انت تبي تاخذ بالايه، اخذت بالايه كويس، خذ بالايه سيدي. لكن راهو الاخذ بالايه فيه ادبيات يا حبيبي، الاخذ بالايه فيه ادبيات. انا والله نبي نطبق السنه، نبي نطبق القران، ما وخاف على روحك. انت تبي تطبق السنه وتبي تطبق القران تقع في محظور اكبر من تطبيقك للسنه ومن تطبيقك للقران. القصد منك انك انت تتزوج واحده واثنين وثلاثه، لكن تخاف على روحك تقع في الظلم، والظلم وظلمات يوم القيامه. ما فيش حد يقول لك ما تتجوز وما كذا، لكن غير استنى شويه، في ادبيات، في ادبيات في الزواج، حتى لا تقع في المحظور بعد ذلك. تذهب لتصلح فاذا بك مفسد من حيث لا تصلح. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. عن الذي لا يعدل بين الزوجات أتحدث لكي لا تصطاد في الماء العكري، وتقول أن الشيخ يقف ضد تعدد الزوجات. أنا لا أقف ضد تعدد الزوجات، أنا أقف ضد سوء الأدب مع الزوجات. وشتان بين المعنيين، وشتان بين أن تكون في قمة العدل بين الزوجات، وشتان بين أن تقول في قمة الظلم وسوء الأدب بين الزوجات. حديث اليوم عن سوء الأدب وسوء العدل بين الزوجات. اليوم الواحد يتجوز، خصوصا الموضة اللي توا طالعة، ياخذها من مواليد الألفينات ولا من مواليد التسعينات، وهو تلقاه عمره 50 سنة ولا عمره 60 سنة، وياخذها عمره 18 سنة وعمره 19 سنة. باهي ما يا عم الشيخ، انت خيرك، انت قصدك توقف ضد ان واحد ياخذ بنت صغيرة، ياخذها صغيرة هو في الأربعين وهو في الخمسين، وياخذها 18 سنة. أهو النبي صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة وتجوز السيدة خديجة عمرها 40 سنة. أهو النبي صلى الله عليه وسلم عمره فوق 40 وتجوز السيدة عائشة ودخل عليها في 13 ولا 15 سنة. ليه استنى شوية يا حبيبي أنت؟ هذاك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تعرف شو كان يسمى قبل البعثة ولا؟ قبل البعثة كان يلقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين. رؤوس الكفر في مكة ورؤوس التجار في مكة كانوا يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم على أماناتهم، وكانوا يشهدون له بأخلاقه وبسلوكياته. فقبل أن يكون نبيا كان صادقا أمينا. ما أنت بتقول لي هذاك نبي؟ لا لا لا، انا ما نبيش نتكلم لك، انا هذاك نبي، خلي النبوه على جنب بس. انا نبي نتكلم لك عن النبي الصادق الامين. كون انت صادق امين وتجوز واحده واثنين وثلاثه، حتعدل بيناتهم باذن الله تعالى. علاش؟ لانك صادق وامين. لكن انت حتى الصادق والامين ما حصلتهاش. مهناش حتى الصادق والامين مهناش. في الموضه الجديده اللي طالعه توا، تلقى عمره في الخمسين يتجوزها عمرها بنية عمرها 18 سنة وعمرها 19 سنة، ياك لاباس، خيرك، تعالى مني كاذب عليك، تعالى خليني نكلموك ونقولوا لك على فرص الزواج الناجح، وكيف يكون الزواج ناجح، وكيف تكون التكافؤ الاجتماعي، وكيف يكون التكافؤ المالي، وكيف يكون التكافؤ في السنة العمرية، وكيف يكون التكافؤ في الثقافة نتاعكم انتو الزوز، وكيف يكون التكافؤ في البيئة نتاعكم وفي الاجتماعيات نتاعكم حتى تتوفر سبل النجاح. إيه هذا كله لازم تشوفه، هذا كله يبي حكمة ويبي تعامل بحكمة. مش حيالله تاخذ تتجوزها وخلاص، انت واحده ثانيه تجوزتها وخلاص. اللي شفناه توا، شفنا ظلم، ظلم ما بعد ظلم. تلقاه عاش معاها وتجوزها، وعاش معاها على الحلوه والمره، وعاشت معاها على الحلوه والمره، وبعد تالي خطر له بين يوم وليله تزوج واحده ثانيه. وتزوج واحده ثانيه واللي وكيف دار؟ يا حلاله كيف دار؟ والشرع قال، والشرع قال، الشرع قال، الشرع قال، الشرع قال، الشرع قال. باي حبيبي الشرع قال، أنا معك. الشرع قال جوز واحدة ثانية، جوزت ولا؟ باي تعالى يا حبيبي نقول لك الشرع شن قال. هل الشرع قال لك إنك أنت زوجتك الأولى ترميها في شهر رمضان من غير مصروف ومن غير ما تطبص عليها ومن غير ما تطفطف على سريرتها؟ الشرع قال لك هيك؟ هل الشرع قال لك زوجتك الأولى تخليها عايشة في حوش إيجار وما تخلص عليها في الإيجار وتخليها مرمية وملوحة هيك؟ هل الشرع قال لك إن زوجتك الأولى محتاجة علاج ومحتاجة عملية ومحتاجة أدوية ومحتاجة عليم الله شو محتاجة، ملوحها ومخليها من غير الأدوية ومن غير علاج ومن غير ولا حاجة؟ هل الشرع قال
زوجتك لولا صغارها محتاجين ملابس، محتاجين طفة، محتاجين ان يحسوا ببوهم، محتاجين ان بكلمة بوهم يقولوا يا بابا، والله يقولوا يا بوي. هل الشرع قال هكي؟ هل الشرع قال انك انت تسيب زوجتك لولا هي صغارها 30 ليلة من رمضان تفطر بروحها في الحوش وعيونها ودموحها فوق خدودها وصغيرتها معاها وما تبسطش عليهم حتى مرة؟ هل الشرع قال انك انت تحط لزوجتك زوز بورزات يحشمه انت خضرة قدام العتبة انت على الباب وتشرين وتمشي وكأن عدوها هي وصغارها؟ الشرع قال لك هيكي؟ هاي تعال نشوف الشرع ما دام تبي تتكلم على الشرع. انت مش خذيت بالشرع، تعال دير الشرع كله. والله ربي سبحانه وتعالى زي ما قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولا بتوازي منا الشرع انت ما يجي على هوى نفسك؟ تبدأ انت توازي انت الشرع اللي يجي عليها ونفسك تبي تاخده، واللي ما جاش عليها ونفسك تبي تضرب بيه عرض الحائط. هل الشرع قال لك انك انت زوجتك الثانية ما خليت ما جبت لها من حوايج من حاجة ذهب من كلها وتخلي الزوجة الأولى ملوحة هيك؟ وين الشرع هاي؟ تعال الشرع هاي. ربي سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه العزيز؟ قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال ربي سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم. إيه قال ربي فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة مسكينة معلقة لاهي في السماء لاهي في الوطاء، مسكينة مش لاقية ما تاكل هي وصغيرتها. والمصيبة الثانية العدل، العدل اللي مفروض يكون اللي قال فيه ربي سبحانه وتعالى العدل بين الزوجات، أن تعدل بينهما في المسكن وأن تعدل بينهما في الملبس وأن تعدل بينهما في الأكل وأن تعدل بينهما في الأثاث وأن تعدل بينهما في الفراش، حتى أن العلماء قالوا أن تعدل ما بينهما حتى في البسمة، في البسمة في الابتسامة أن تعدل ما بينهما. اليوم زوجتك لولا مسكنها في خربة والزوجة الثانية مسكنها في قصر، أو بالعكس الزوجة الثانية مسكنها في خربة والزوجة الأولى مسكنها في قصر ومسكنها في كذا، إي ما معليش خلي معليش هي تتحمل، قلنا لها تحملي شوي شوي تو لين لايم بيناتكم ولين كذا. أنت ما لايمتش بين حد، أنت ما لايمتش بين حد، ونتحداك إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي نتحداك أنت اللي واخذ زوج مسوين مستريح، إلا الذي متعه الله سبحانه وتعالى بحكمة. ما هو ندير أداة الاستثناء إلا هنا لكي لا يطمع الذي في قلبه مرض، مش يقول لك لا الشيخ جاي طب دوسه، لا 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 لا، إلا اللي أعطاها ربي حكمة وأعطاها ربي حنكة وأعطاها ربي عدل وأعطاها ربي مال وأعطاها ربي كل الأدوات التي بمقتضاها يستطيع أن يعدل. يا سلام، أعدل صادق أمين قوي حفيظ عليم يعرف الدين كويس، يعرف يعطي هذه حقها ويعرف يعطي هذه حقها. أما إنك أنت تتجوز بنوية الناس وترخيها بنوية الناس وشني تول للأسف الشديد، للأسف الشديد خلينا نقولها، يقولك شو تتجوز، تجوز شني زوز مقدم ومؤخر اثنين وثلاثة ولا ثلاثة واثنين، شنو هم اثنين وثلاثة؟ خلاص عادي، شنو المشكلة تجوزها وشني شن تبي مني؟ تبي مني 3000 أعطيهم لها وخلاص وطلق وخلاص وطلق وخود غيرها وخلاص؟ ما هو بنوية الناس ما همش لعبة يا سيد فيدك، باش انت تظلم بنت الناس تتزوجها وبعتالي تخليها لا ماكلة لا شراب ولا الزواج، غير عندك فكرة واحدة في راسك بس وخلاص، غير الفكرة هذه ما عندكش. الزواج ما هوش فكرة واحدة، الزواج حياة عاطفية بكاملها، الزواج مشاعر بأكمله، الزواج هموم وسعادة وأفراح وأحزان بأكملها، الزواج بسمة وبصمة وراحة وحزن، الزواج كيان متحرك بحد ذاته، الزواج سكن ومودة ورحمة. أما أنت ماشي بعقلية واحدة، الزواج عندك عقلية واحدة بس وماشي بيه وخلاص، وبالتالي لما تقلق منها ولما تنفرها ولما تطير لك منها وخلاص طلقها وتجوز واحدة تانية غيرها. والمشكلة ما يسألوش الناس، ما عادش تسأل توا، حتى متجوز وحدة، حتى متجوز من قبل جيبها، متجوز من قبل جيبها،
باهي اسالوا عليه شني زوجته الاولى وشني زوجته الثانيه. لا 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 باهي هم ما يصلحوش، هم ما يصلحوش. تي غير اسال عليه قبل، غير اسال شن سبب الطلاق، علاش طلقها الاولى وعلاش طلق الثانيه وعلاش جاي يدور في الثالثه ويدور في الرابعه، علاش؟ شنو السبب؟ قولوا لنا شنو السبب. ما عادش تدور الناس، ما عادش تبحث الناس، غير اعطيني نجوز وخلاص بس، وساعدك بخدك شنو يطلع شنو يطلع. ما يجيش الكلام هدايا. الظلم ظلمات يوم القيامه. الشاعر قال: لا تظلمن ان كنت مقتدرا، لا تظلمن ان كنت مقتدرا، فالظلم عقبه يفضي الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، وعين الله تسمع وتنظر ولم تنمي. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. تندريش انت دعوة حصلتها تقربعك مرة واحدة تخليك لا عارف راسك من رجليك لا فوق لا لط. دعوة مظلومة مسكينة انت حرمتها، ما خليت ما ضربت وما خليت ما شتمت وما خليت ما سبيت. اللي امس باش انت خطبتها وباش طلبتها حطيت العسل الفرواني زي ما يقولوا فيها، باش يا سويدي غير اعطوها لي بس. اللي امس انت باش خديتها هديه قريب رجليك حفوه ماشي جاي ماشي جاي باش خديتها، واليوم لما صارت عندك ما خليت ما درت لها من ضرب ومن ستم ومن سب، وبعدين تلوحها تخليها في شهر رمضان لا ماكله لا شراب، ما عادش تعرف راسها من رجليها. اتصلت بخوتها جابوا لها سبيزه لين تحشمت، النسيب الثاني جابوا سبيزه لين تحشمت، البو مسكين لين تحشمت، خلاص لين تحشمت. رميها بصغيرتها ومخليها هيك وخلاص. مثلك كمثل الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الهرة تعرفوه، امرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها من تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله النار. أدخل الله النار أما في هرة قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كذلك أنت زوجتك لولا هدية لوحتها، لا خليتها تخدم على رأسها، لا خليتها موظفة، لا خليتها مدرسة، لا خليتها شيء، ولا جبت لها ماكلة لحد عندها، حبستها في الحوش وخلاص، محبوسة في الحوش وخلاص. ما عادش عرفت مسكينه لا تطلع لا تخش لاش ندير لاش كذا. صغيرتها يشنقوا في عيونهم يبوا حوايج العيد، ويا ريت ابوهم ميت، كان ميت ردمتها بالتراب ومشى. تبوهم حي، وكم من الاباء احياء وهم اموات اصلا. فاليتيم ليس الذي مات ابوه، بل اليتيم من له اب قد تخلى عنه. وقديش ابوه يسمع فيه مخلي صغاره توا مش مدورهم مره واحده. والظلم لما يجي من ذوي القربة واعر واعر، لما تظلم صغيرتك انت وتظلم مرتك في سبا نزوة من نزواتك، ديرها نزوة وديرها شرع وديرها اي حكمة اخترتها، لكن ما تظلمش مراتك وما تظلمش صغيرتك، لان الظلم صعب. قال الشاعر: وظلم ذوي القربة اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. وكان هي طلبت منك حاجة ولا كلماتك على حاجة، ما تخلي ما تحط لها وما تخلي ما تقول لها من الكلام اللي يجرح، الكلام اللي يجرح اللي يقعد ما عادش يمتسح. قال الشاعر: وجرح السيف تداويه فيبرأ ويبقي الدهر ما جرح اللسان، وجرح السيف تداويه فيبرأ ويبقي الدهر ما جرح اللسان. اما انك يا اخي تاخذ الزوجه هديه وتاخذ الزوجه هديه وتاخذ الزوجه هديه وتسيبهم مساكين، الله غالب عليهم. الايماء اللي اوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال: اوصيكم بالنساء خيرا، هذا ظلم. وربي سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. تسمع فيها الآية هذه، لكن نقول يا من حي، هذه يوم القيامة، هذه يوم القيامة يا من حي. ربي يتكلم على يوم القيامة، إيه ربي يتكلم على يوم القيامة، لكن راهو الظلم راهو ما تعباش إن الظلم راهو العاقبة نتاعها والجزاء نتاعها ليوم القيامة، بيستنى لك ربي ليوم القيامة. لا، الظلم تاخذه هنا، الظلم بتخلص فيه هنا وبتخلص فيه قبل لا تموت.
خصوصا ظلم الزوجات، عدم العدل العدلي بين الزوجات، أكبر ظلم اللي هو عدم العدل بين الزوجات تخلص فيه نئم. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم شن قال بالله، من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما أو فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل. شن الحكمة وشقه مائل؟ من نزة القبر، من نزة القبر مال به شقه إلى هاوية، مشى راح. أنت تحسبها شقة مائل، يجي شقة مائل هيك، لا من ينزل القبر شقة مائل، مش يتكوا فيه على شقة الأيمن، ولا الشق بتاعه يبدأ مائل خلاص من هذيك. شو سببها؟ سببها الظلم بين الزوجات، لأن يا سيد كان الإنسان مدعاش العروق يدعو. شو تحسبها بنت الناس أنت سهل هيك ملوحة مسكينة صاحبتها بزوجها مش مقصر معها شيء، وهذيك بزوجها مش مقصر معها شيء، وخيتها متهنية وخيتها كذا واحد، وهي مسكينة بصغيرتها ما فيش منطق عليها الباب ولا في من دورها، وانت مشكلتك حاط الرقم انت على زوجتك، حاطها في قائمة الرفض، زوجتك حاطها في قائمة الرفض. عشرة عمر يا راجل، عشرة عمر ماء وملح بيناتكم، اتجوزت عليها مرة ثانية، باي اتجوزت عليها مرة ثانية، اعدل ما بينهما. وربي سبحانه وتعالى لما قال ولن تعدلوا ولو حرصتم، مش العدل الحسي هدايا اللي قلت لك، العدل في الأتات والعدل في البيت والعدل في الفراش والعدل، لا، أحيانا يكون في حاجة فيها هوى قلب. النبي صلى الله عليه وسلم في زوجاته التسعة يقول اللهم إني عدلت فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، لأنه كان يحب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها، والحب دي حاسة في القلب، لا 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 حركة لك فيها ولا سيطرة لك فيها، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لكن اللي الداخل يقعد الداخل، اللي في القلب في القلب، يا كنيسية يقولوا فيها خليه الداخل مالك ومال أنت تطلع، ما تطلعش، اعدل في الأمور الحسية اللي قدامك بس، والحاجة الثانية خليها بينك وبين اللي خلقك. لكن انت لعدلت في مسكن، لعدلت في شيء مسكينة، هذه كاين مدايرة سلتات في الدار انتحها، والدار مقشرة والدار كذا، وهذه كاين مدايرة جلسة ب20,000، كذا عدل هو تين عدل هذا؟ ولما يكلموه يقولوا ما عنديش فلوس. والحاجة الثانية اللي هي سيئة جدا جدا اللي يقولوا فيها بعض الرجال، يقولها انت من نهار خلطت علي وانا ماشي التالي. انت كيف من نهار خلطت عليك وانت ماشي التالي؟ انت والله من نهار جيتيني ليه ما عاد ريت خير؟ علاش؟ تعلاش يا سبحان الله، كلام يجرح هدايا، ليه هيك تقولها؟ ليه؟ امساكم بمعروف وتصريح باحسان، لكن ما تقولهاش الكلام هدايا من نهار جيتيني والله ما عاد ريت خير. في قصه واقعيه صارت من خلال التجارب هذه اللي نشوفوا فيها، من خلال المشاكل اللي نشوفوا فيها، واحد مع زوجته يقولها لي من نهار شفتك ما عشريت خير. الراجل العمل انتاعها كان موظف، شوفها كان موظف بعدين ولا رئيس قسم، لما ولا رئيس قسم يقولها لي من نهار انت خلطتي علي ما عشريت خير، من رئيس قسم بدي مدير دائرة، والله مدير إدارة، من مدير إدارة بدي عضو مجلس إدارة، وهذا كله وما زال يقولها من نهار شفتك ما عشريت خير، وبدت مهمات وطالع مهمة وجاي مهمة، والسيارات بدي كذا وياخذ في قطعة أرض وكذا، ومع ذلك يقولها من نهار شفتك أنا ما عشريت خير. ولكن هو الخير اللي يتدرج فيه هو بسم الله ما شاء الله، وصل لمرحلة ياخذ في ألوفات ودار مشروع وفتح مشروع، وبدأ الفلوس يدرن عليه من كل تركينة، اليورو والدولار بدوا يدروا عليه، وكل ليلة الاسطوانة هي نفسها من نهار شفتك أنا ما عشريت خير. لما تبحبح ولما استوت على الجودية عند الحالة المادية، اخطر له في باله بياخذ امرأة تانية. علاش بتاخذ امرأة تانية؟ لأن المرأة دي عرقوبها مش كويس، أقصدك هذا كله عرقوبها مش كويس، إيه عرقوبها مش كويس.
نفسها مش كويس علي، من نهار جتني ونيل تالي، هذا كله ومن نهار جات كنت التالي الحصيلته تجوز واحدة تانية. ما هو اللي يكتر فلوسه يقولوا ناس زمان تسمح بها خالد، يقولوا ناس زمان اللي يكتر فلوسه يضياق حوشه وتشيان مرته ويضياق يضياق حوشه. هذا طلعينا نسويه المثال، هو طبعا طلعينا الجبهة المضادة لتعدد الزوجات نطلعينا. المهم الكلمة في فمه من نهار ريتك ما عاد ريت خير، وهو ماشي في الترقي تجوز امرأة تانية. تجوز امرأة تانية يا سيدك من سيدك، طبعا المرأة الأولى من نهار ريتك ما عاد، كان عضو مجلس إدارة نحوه، من عضو مجلس إدارة ردوه لمدير إدارة، مدير إدارة ردوه لرئيس قسم، رئيس قسم ردوه لموظف، الموظف صارت فالطة كبيرة مش عارف شنو هو اللي صار، كذا 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 كذا، قالوا له سليمتك داروا له فصل. فليساته واحد تضحك عليه واحد نصب عليه البزنس تاعه مشى. ولا لزوجته خيرك شنو فيه؟ زوجته الثانية تجوزتها قالت له يفتح لك الله أنا خدتك بفلوسك، أما باش تعيشني في جار، لأن باع كل اللي وراه اللي قدام باش تعيشني بجار كذا، أعطيني كلمتي. في طولك في عرضك في كذا، بعثت له اخوتها قالوا لها هي طلق طلقها ولا لمراتها الاولى. ايش قالها من كلمه؟ قالها اشهد بالله من نهار سيبتك ما عاد ريت خير. قلت الكلام ريت، ربي قال ولا تنسوا الفضل بينكم يا اخي. رجل عمر كامل وهو يقولها من نهار خلطت عليك اني ما عاد ريت خير، لما ضاق المرار وضاق الحريق وشاف من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها من دون أن يشعر. اللهم إنا نعود بك من السلب بعد العطاء ومن الغضب بعد الرضا. لما جرب الزوجة الثانية ورحل منها الفلوس ولا كل يوم التالي ولا لزوجته الأولى وقالها نشهد بالله من نهار سيبتك مع عشرة خير. مرات راه تبدا انت طايح في بنية حلال، مرات من الصالحات، هي من الصالحات والصالحات من النسوان والرابعة العدوية، الصالحات راه كثير من النسوان، مرات انت فتح عليك ربي على سبا زوجتك، امرأة مباركة وامرأة متحملة وامرأة قماتك وامرأة صناتك وامرأة حفظاتك وامرأة حفظت لك سريرتك وحفظت لك حفظاتك بالغيب، فالصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله. لكن يجي انت الجزان تاعها تخليها هيك ملوحه، هذه وحده. الثانيه اللي لازم نتكلم عليها تو، هذا اللي متجوز في العلن، هذا اللي متجوز عيني عينك في العلن وعارفين انه متجوز وعارفين انه كذا، انا نبي نوقض اللي متجوز في الخفاء. طلعت زكاه الفطر عليها كلها ولا ما طلعتش؟ في اللي متجوز في الخفاء وبالسر من وقتك حتى انت في قلي روحك، راه انت عندك زكاة فطر تبي تطلعها، ولا زكاة فطر على المرأة الثانية بس، ولا زكاة فطر على المرأة الأولى بس، هذوما صغارك وهذوما صغارك، وهدية تحت دمتك وهدية في ذمتك المرأة. زكاة الفطر مش تطلعها على هذه وما تطلعهاش على هدية، في رقبتك تقيم التليفون وتسأل تقول لك انا مسيبني كيف نطلع زكاة الفطر زعما كيف ندير انا وصغيرتي. ولما كلمتها قلت لها بتطلع زكاة الفطر ما تنساش، قالها دبري راسك طلعي بروحك زكاة الفطر. انت من وين بتطلعها؟ من وين بتجيبها زكاة الفطر؟ من وين؟ من وين يا ظالم؟ عيب عليك، اتق الله. تتقي الله؟ هذه خذيتها دم ولحم يا راجل، عيب عليك، اتق الله. خذيتها صغيره من حوش بوها ما تعرف شيء، اتق الله فيها. اتق الله فيها، لوحتها مسكينه هدم على على جسمها، مش قادره كيف تشريها مسكينه. جلابيه لمستها اليوم اكثر من 7 سنوات مش قادره حتى تشري جلابيه في سبيل انها توكل صغارها وتقري صغارها وتعلم صغارها. وانت ماشي وينك يا صفر مع مرتك الثانيه؟ وينك يا اسطنبول؟ وينك يا ايطاليا؟ وينك يا تونس؟ وينك يا مصر؟ وينك يا كذا؟ ومخليها مسكينه هذه ما لا تندر عليها لا حيه لا ميته. ربي سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز، قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أنت تحسابها تو الدنيا اللي مبسوطة قدامك وتحسابها كذا،
يسارعون لهم في الخيرات بل لا يشعرون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ورب سبحانه وتعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به، الكلام هو اللي نقول فيه العدل بين الزوجات، نسوه غير المحطة، ما عجباش الكلام غير المحطة. تو طبعا في تاجات ماشيات اتصالات، افتح الشيخ عادل، افتح قناة السلام، افتح قناة السلام، اسمع شنو يقول، اسمع شنو يقول. وطبعا لما الزوجة تتصل بزوجها اسمع شنو يقول، يقول لك شنو بيقول، شنو محرف علينا اليوم، ما خلى ما حرف علينا في شهر رمضان، ما خلى مدوي علينا، لا دويت على هيك ودويت عليك على الزوز انا دويت. ربي سبحانه وتعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به، شوف انت المفارقات العجيبه، فلما نسوا ما ذكروا به تو بتجي النتيجه، النتيجه او العقوبه شن هي؟ فلما نسوا ما ذكروا به انسوا ايات الله، انسوا التذكير بايات الله، انسوا الوعد، انسوا الارشاد، انسوا انك انت لازم تعدل بين الزوجات، انسوا الايه اللي تقول لك فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه، فلما نسوا ما ذكروا به انسوا هذا كله. شن قال ربي؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء. كيف احنا نستنوا في عقوبه يا ربي؟ احنا نستنوا في عقوبه. تمشي تقول لنا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، إيه لكن راهو فتح على فتح يفرق، في فتح إغلاق وفي فتح رباني، هذا فتح الإغلاق، هذا فتح جاي لأنه بياكل الأخضر واليابس. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء من الخيرات كلها بدأ ياخذ يغرف ولا يدري من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فلما فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عند كل شيء، واخذ المرأة الأولى، واخذ المرأة الثانية، واخذ المرأة الثالثة، قعد عند المرأة الثالثة وسيب المرأة الأولى وسيب المرأة الثانية، وقعد في بحبوحة عند المرأة الثالثة ولا عاد دور هدية ولا عاد دور هدية بالسنتين، ما عادش دورهم مرة واحدة. أنسي إن عندك راجل أنت بيس غويرتك، قولي لهم بوكم مات، قولي لهم بوكم مات، قولي لهم إيه خيرك يا راجل، والله مركبيني بغضة الدرية هدية، يا ريت ما جبت مرة واحدة. في اللي يتمنى في درية وهو يدعي على دريته، يا ريت ما جبت مرة واحدة. شوف شن صار أنت، وأنا نجيب لك في قصص واقعية، شوف شن صار أنت في وسط الهيلمان نتاعها، في وسط التروة نتاعها، وفي وسط الغنى نتاعها، وبفلوسها وبالشغالات وبالدنيا كلها، طاح طيحة واحدة، خير الحاج طاح، داروا له تحاليل. شنو عنده؟ عند اللهم عافينا وإياكم والسامعين والشاهدين، قولوا آمين، ربي يشفي المرضى أجمعين، المصابين منهم وغير المصابين. شنو طلع عنده؟ طلع عند اللهم عافينا، طاح مرة واحدة. لما طلع عند الحاج صارت جلطة، صارت جلطة، قعد في كروسة. من بيعاني؟ من بيعاني؟ ما بيعاني حد، الفلوس موجودات والتوكيل مدايرة والحاج قعد ملوح فوق كروسة وبنت الناس هي اللي بتبان توا. عليك ببنت الوصول راهو الزمان يدور يا ولدي، عليك ببنت الوصول راهو الزمان يدور. قعد في كروسة الدنيا طايحة، اليمين طايح والشقة مائل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاش عناتة لزوجة ثانية، أنا عناتة زوجة ثالثة، مني عناتة، عناتة الزوجة الأولى ولا واحدة منهم، يعني باش ما نظلم حد، الباهية فيهم هي اللي عانت. علاش؟ لأن أخذت على المودة والسكن والرحمة، ما أخذتهاش على ماله، أخذت على جاهها وسلطانه وشكله وزيه. في الدنيا هي صغيرة، الدنيا هدية صغيرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. تعرف شو معنية بغتة؟ بغتة وانت مشغول وانت ما تندريش وانت في وسط الخضم نتاعك، ما فيش فجأة هيك، فجأة انقطع عليك كل شيء، فجأة انقطع عليك الإرسال، ما عادش في إرسال، ضي ما عادش في ضي، فجأة صار خلل في جسمك بشيء، روحك مرة واحدة.
علاش؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ربي سبحانه وتعالى قال إني حرمت الظلم بينكم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. مش تظلمها بنت الناس، مش مدورها لمعدل عليها؟ بالله عليك الثلاثين يوم هدومة اللي قاعدة تتعاني فيهم معاك في الكوجينة وفي المطبخ، ما تستحقش منك زوجتك هدية؟ حتى هدية رمزية؟ الهدية راي مش بيسومها برغلي باب بنغشير حتى صلنا بعشر جنيه تحصلها، الله يتفرح بها يا اخي. جيبها لها كبي من روايح الكبي، هي مسكينة ما تعرفش تميز بين الكبي وبين الأصلي، بتاع التسعينات هذو يعرفوها الدنيا كلها هذه. فجيبها لها انت من باب بنغشير، لفها لها هدية لزوجك، بارك الله فيك على الخدمة اللي خدمتها لنا في هالشهر المبارك هذا، في هالشهر الفضيل. الله يعطيك صحيحتك، الله يعطيك ما تتمني، يبارك لك في صحيحتك، بارك لك في عوينتك وضوء عوينتك. الكلام الباهي، الكلام السمح هذايا. تمس سبحان الله غدوة لبعض غدوة، صباح عيد اليوم 30 يوم مش مدورها مرة واحدة، وماكش معدل على صغارك وماكش معدل على حد. هذه في 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 في, في اللي واخد زوجة ثانية فوق الطاولة هيك، واللي واخد في الخفاء يا اخي. اولا علاش في الخفاء؟ انت تجوزت علاش في الخفاء؟ خلاص انت تدرتها قول، كمل عقابها وقول. من بيش ندوي على الصنف الثالث اللي مسيب زوجته مره واحده ولهي بزميل عمل ولا لهي بكذا، مش مدور زوجته في البايل الاربع مره واحده. لا حقوق شرعيه لا غير شرعيه، لا حقوق شرعيه لا غير لا حقوق اجتماعيه. اعطينا مكالمه يا خالدي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله خير شيخ خالد. مرحبتين بك يا ابوي. نهارك طيب وان شاء الله كل عام وانت بخير انت والزملاء اللي معاك في القناة. نهارك حليب والصلاة على الحبيب ان شاء الله. اللهم صل وسلم عليه وبارك الله فيك ورحمة الله على الحلقة هذه بالذات. امين يا رب العالمين، الله يبارك في الجميع ان شاء الله. امانة يا شيخ خالد نبوك تعود لنا في العيد، بالله نبوي تسمع الناس كلها معيدة هيك، لان لما الاسرة ايه الحلقة هذه هيك بالله الله يرحمهم. تبوها إعادة؟ إيه على خسر اللي أخذ هذا. هذه إدارة القناة هي اللي متكفلة بالأمور هذه، الإعادة هي اللي تتكفل بالأمور هذه. إيه الله يبارك فيك، قضي طيلة أيام العيد هيك، لأن معظم العائلات كلها ملتمة بالله. تبي البرنامج يعني في العيد، لأن العائلات ملتمة يعني. إيه نبغى تعود لنا الحلقة هذه بالذات، الله يرحم والديك. حاضر بإذن الله تعالى، حنوجه نداء لإدارة القناة إن شاء الله. كل عام بخير يا شيخ خالد وبارك الله فيك. كل سنة وأنت طيب إن شاء الله، كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت طيب. الناس فيها مس الحاجة لهم. ناخذ معنا مكالمة ثانية يا خالد. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بك يا أختي. أهلا بك يا شيخ، كيف حالك؟ بارك الله فيك على الحلقة الممتازة اللي مديرها. يبارك في الجميع إن شاء الله، نعم. بس يا شيخ أنت نادر في الجوزة الثانية. لا ليه قلت مش الزوجة الثانية؟ أنا حكيت على قصتي بقى يا شيخ، أنا الزوجة الثانية. إيه. وكل ما شاء الله ما يملكه خيره وكل شيء عند الزوجة الأولى. وأنا عيد لسوا ما جابنيش العدل. العدل هي وصغارها. إحنا ما قلناش الزوجة الثانية، العدل أحيانا مرات الزوجة الثانية تكون هي اللي مظلومة، والزوجة الأولى هي اللي واخدة نصيب الأسد. فعلا، ولا نخدم فيه والله ان شاء الله ربنا جاء عند ربي ان شاء الله نخدم فيه في خدمه ما شاء الله ممكن الناس كلها تشهد فيها. بارك الله فيك. ما تخدمش فيه ان شاء الله ربنا نلقاه بعدين قدام ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي يبارك فيك ان شاء الله، وربي يعطيك على قسنيتك ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ ادعي لي والله. ان شاء الله اجمعين ان شاء الله. يا شيخ تتكلم على موضوع تحني بالله عليك على الخيانه. موضوع الخيانه الزوجيه. حاضر باذن الله تعالى، حاضر. بالذات في مدامات يعني ما شاء رب مش على الكل طبعا. ايه منبوش العام ام حليمة، نعم اموش، ايوه منبوش العام ام حليمة. مدامات متخمرات وتشوفها ما شاء الله وتلقاها متجوزة ومصاحبة واحد متجوز. لا منبوش نقولوا الكلام هذايا احنا، لان الكلام هذايا ما اصبحش ظاهر، احنا ما زلنا مجتمع محافظ وما نقدروش نتكلموا على الموضوع هذا. بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا. ناخذ معنا مكالمة ثانية. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبتين بك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ بحي الله يسلمك. في نعمة والله. الله يوفيك على بارك في الجميع ان شاء الله. ان شاء الله امين. والله ايه تو من الحلقه هذه وصلت لي بصراحه، وانا مجوزه ثانيه مش زوجه اولى، ولكن ايه. لي سنتين جوزي مش ما يصرفش على الصغار، واني في جهه هو في جهه. ايه هذا الظلم اللي نحكوا عليه احنا. ايوه، وانا ان شاء الله ندي رقمك الخاص باش نحكي لك مشكلتي. حاضر. وصفت.
حاضر تحت الهواء تو يعطوك رقم ان شاء الله باذن الله تعالى. باهي بارك الله فيك، بارك في الجميع ان شاء الله. راهو مآسي في المجتمع، راهو مازال راهو كان يفتح باب المكالمات. خالد افتح باب المكالمات خليه يسمع مآسي الناس. احنا لما تكلمنا ما تكلمناش ان الزوجه الاولى هي اللي مظلومه، بس لا، مرات الزوجه الاولى هي اللي واخده نصيب الاسد، وهي اللي يقول لها وين انت تزوجت عليا وانت كذا وانت 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 وانت، تاخذ الدنيا كلها الجمل وما حوى. والثانيه هي اللي مسكينه جت على راسها، هي اللي مسكينه ما عادش دورها حتى الشهر الاول، بس الشهر الاول يا حنا يا حنا، وبعد تالي غابت المحنه مره واحده، لا عاد ردت راجل لا عاد ردت ضله مره واحده خلاص. وهذا ظلم يقع للزوجه الثانيه. علاش القرارات هي نتاع الزواج قبل تتجوز خمم ألف مره، قبل تاخذ الثانيه خمم ألف مره، مش مره واحده بس، خمم ألف مره. علاش ان كانك انت مستريح ومبسوط ومتهني وبصغيرتك وبعويلتك وكذا، تلاش تفتح على روحك بيبان شكل هديه؟ واذا كانك انت خصوصا اذا كان الحاله الماديه نتاعك ضعيفة قليلة، لأن الزواج بامرأة ثانية يبي حالة مادية مستريحة ومبسوطة، بس تقدر تفتح بيت لهادي وتقدر تفتح بيت لهادي. أما سبحان الله الـ الـ الزوجة الثانية كان جابت أولاد يجيبها في مستشفى الجلاء ولا الطبي، والزوجة الأولى يجيبها في عيادة خاصة وجناح خاص، لازم جناح خاص. باي هذيك ولدك وهدية، زي ما هذيك جبتها في جناح خاص الشرع يقول لك حتى ليها جناح خاص. لا ما هو ما عنديش، ما عندكش على هادي، ما عندكش على هادي. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، كي ربي سبحانه وتعالى قال. والظلم ظلمات يوم القيامة، رد بالك رد بالك. الظلم في ناس حياتها، خلنا نعطيك المعلومة هذه مهمة جدا، في ناس حياتها يلقاها متعرقلة ومش عارف كيف متعرقلة، يجي يقول لك أنا تعالالي أني حياتي متعرقلة، أني والله العظيم وين ما نمشي قد ما ندير بجنس قد ما ندير كذا نلقاه مش ماشي معي قدام، زعما مدايرين لي كتيبة ولا عين. تغير تعال تعال تغير تعال غير عين شني غير عين شني، تعال تعال شوية ترى نرجع معك شوية. أنت ما ظلمت حد، مش ظالم حد، لا والله ما ظالم واحد، لا أستغفر الله مش ظالم حد. تعال راجع معك، أنت شني حياتك؟ متجوز زوز باهي شني الزوجة لو والله دايرت لي دايرت لي الدوشة ولا نعطي فيها في مصروفها من الشهر للشهر 400 جنيه. اه الظلم بعينه، اه اللي مش خليك ماشي لقدام، اه اللي مخليك دلوك ماهوش رافع ميه مره واحده، اه اللي مخليك تحدف وما تجيش في العرجون، اه اللي مخليك تزرع ويحصد غيرك انت، اه اللي مخليك تطيب وياكل غيرك انت، مش جايه معاك لقدام بكل. الظلم لانك ظلمته ليا، وظلم لولايا راهو صعب، راه لأن كان دعيت عليك اسلام تراسك. اعطينا مكالمة. الو السلام عليكم. الو مرحبتين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معليش فضيلة الشيخ، انا سؤالي فات الحلقة، انا عندي بنتي متوفية. عندك؟ لا بنتي متوفية لها 7 شهور و14 اليوم. اليوم بنتك متوفية لها 7 شهور و14 اليوم. و14 اليوم تمام. عمرها 9 سنين، ماهيش بالغة. يعني بالدعاء اللي وصلها من امها، ودائما حتى لما الله يبي يرحمها بس قبل الطاح تنزل زي ما تنزل، يقول انت تحرقي فيها. كيف كيف؟ يقول انت تحرقي فيها هيك تبكي تحرقي فيها، انا يعني يكون ما اتذكرها. لا دموع، لا دموع، دموع الرحمه، دموع الرحمه يا بنتي ما فيش باس منهم، دموع الرحمه ما فيش باس، لكن الدموع اللي يوصلوا لدرجه عدم الرضا بمقدور الله هنا تخشي انت في المحظور. لكن انت بنيتك اكتري لها من الدعاء، ادعي لها، تصدقي عليها، فان الصدقه عليها تصل اليها. اقري القران، تستغفري لها ديما، ادعي لها ديما، وين ما يواتيك صدقه تصدق عليها، هدايا يبرد قلبك، يبرد لك قلبك. انا كل ما ندعي كل ما نقرا القران كل ما ديما تنزل بيتوفى هذا مني. نعم؟ في اول رمضان، هي اول رمضان تفقدها. اول رمضان؟ اول رمضان تفقدها. تفقديها الشهر هذا، تفقديها اول رمضان. توفت في يوم 27/9. اللهم اغفر لها وارحمها، والله كنا فاقدين غوالي وكنا فاقدين ولدينا، وهذا اول رمضان، ولكن احنا لا نقول الا ما يرضي ربنا، انا لله
وإنا إليه راجعون. ربي سبحانه وتعالى قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومش الصلوات عليك أنت بس، الصلوات والرحمة على الميت بتاعك. لما أنت تصبري وتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سيدنا إبراهيم ابنه ودفنه وأخذ يلقنه والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حواليه، لأن الذي يدفن هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم ويلقنه، وقال يا بني يأتيانك ملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، ويقولان ما دينك فقل ديني الإسلام، ويقولون لك من الرجل الذي بعث فيكم فقل أبي رسول الله. قال سيدنا عمر يا رسول الله هذا أنت تلقن ابنك فمن لنا من بعدك يا رسول الله، فنزل قول الباري عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأنت فوضي أمرك إلى الله وقولي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، وقولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ورتبي قلبك وبالصدقات على بنيتك توى قلبك يرطاب بإذن الله تعالى ويبرد قلبك، وإن شاء الله ربي يتقبلها برحمته يا بنتي إن شاء الله. ناخذ معنا مكالمة ثانية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مرحبتين. عليك الحال شيخ عادل. الحمد لله. الله مبروك إن شاء الله كل سنة. الله يبارك فيك إن شاء الله. والله يعني نشكرك بس على هالنصائح اللي تعطينا فيها، وما شاء الله تبارك الرحمن ما في الشيخ معناها يعطي فينا النصائح هذه. إن شاء الله ربي يتقبل. إيه بارك الله فيك وبزيد من مجهوداتك يبارك في الجميع ان شاء الله، وربي يطول في عمرك ان شاء الله. امين يا ربي. امين يا رب العالمين. كتبنا من هالنصائح الاثريه على كل شيء، على الميراد، على الاخوه، على التنمر، على كل شيء، على كل شيء بصراحه. ان شاء الله ربي يسترنا ان شاء الله. وهذا الموضوع حتى هو مؤثر جدا، يعني في قصص صح واقعيه وعايشينها حتى احنا ونسمع بها، وان شاء الله ربي في ميزان حسناتك. امين يا رب العالمين. امين. بارك الله فيك. طيب ان شاء الله وربي يطولنا في عمرك. بارك الله فيك يا اختي. الله يبارك فيك ان شاء الله. فنتمنى من كل زوج اسمع فيا توا ومتزوج اثنين، اعدل بيناتهم. الشرع اعطاك الحق انك انت تتجوز بوحده واثنين وثلاثه واربعه، ولكن تبع الشرع في كل ما امرك به. امرك الشرع ان تعدل، اعدل ما بينهما. أمرك الشرع أن تنزل هذه منزلة كريمة وهذه منزلة كريمة وهذه منزلة كريمة، كلهم شكل بعض. ما تقولش لا هدية كبيرة في السن خلاص راحت عليها، شن تبي فيها هون صغارك عندك زي الاستيوانة اللي يديروا فيها هلبة بعد ما تكبر، يقولها هون صغارك عندك، هون صغارك طولك، شن تبي فيها نين تشن تبي فيك رجلها زوجها تغرد قعميزتك في جنبها انت شادة، هي تري الحياة راية أكبر مما تعلم ما في بالك انت. الحياة أكبر من هيك، الحياة أرقى من هيك، الحياة أحلى وأعظم من هيك. الزوجة راية تبي زوج بحداها تتناقش معاه، تتكلم معاه، تهدرز معاه، مش تقولها هون عندك ولدك قريب طولك هون شو مازال تدوري فيها ني، وتمشي تاخدها انت صبية عمرها 20 سنة من مواليد الستينات، تاخذ لي واحده مواليد التسعينات، ولا زي اللي بيتجوزوا تو تلقاه ناضم مخر وفاق مخر ويبي يتجوز مواليد 78 و79، ولا شوفوني واحده من التسعينات، وين البحر يا غايس؟ وين؟ انت وين التسعينات؟ وين فرق 100 سنه ضوئيه بينك وبينها؟ هذه تخير من تاع الثمانينات ما عادش يصلحوا ولا كذا. فأنا ننصح كل زوج متجوز بامراه، رد بالك من الظلم. راهو الظلم خصوصا الظلم في النساوين والظلم في الزوجات يولي على صحيحتك. اول ما يولي على صحتك ويولي على مالك. وحياة شيخي قال لي شعر، قال يا خاشل سوق النساء، يا خاشل سوق النساء، يا خاشل سوق المهالك، يعطوك من ربح قنطار ويبيعوك في راس مالك. على امل ان التقي بكم في حلقه غدوه ان شاء الله. كان عيد، كل عام وانتم بخير. وكان مش عيد، غدوه ما زال عندنا حلقه ان شاء الله. على كل الاحوال ان شاء الله ربي يونسنا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.